السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني قوي 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 قوي. أنا عارفة أني بقالي كتير بعيد، خايفة يكون في ناس زهقت وبطلت تدخل القناة، ولو أن هيكون عندهم حق، معلش. بس والله والله يعني ظروف قاهرة جدا هي اللي خلتني أنقطع الفترة اللي فاتت، وكنت زعلانة جدا، وكانش في حاجة بتخفف عني وبتفرحني بجد غير لما ساعات أدخل على القناة وألاقيكوا لسه موجودين، وألاقي ناس بتسأل أنت فين، وناس مستنية الجزء الجديد ينزل. حسستوني فعلا اللي بعمله ده حاجة كويسة، حد مستني، بفرح حد عايزني أكمل. والله فعلا هو ده اللي خلاني أرجع أكمل تاني. ناس كتير يعني حبايبي والله اللي بيسألوا عليا دايما، مش عارفة أقول بالأسامي، خفت أزعله، بس فعلا والله يعني كل واحد عارف، دايما بيسألوا، دايما ألاقي تعليقات انتي فين، دايما ألاقي تعليقات طمنين عليكي، بتفرحوني جدا جدا جدا، وبتخلوني فعلا يعني أكمل بالرغم من إن الموضوع طلع صعب. أنا مكنتش مفكرة إن الموضوع هيبقى صعب قوي كده، مش هياخد المجهود ولا الوقت ده كله، بس فعلا علشان أعمل فيديو في الأول بترجم التشابتر من الإنجليزي للعربي الفصحى، ترجمة خاصة بيا أنا اللي بعملها، ده بياخد مني وقت طويل جدا. بعد ما بترجمه للعربي برجع أعمل له بقى تمصير زي ما بيقولوا، بكتبه تاني باللهجة المصرية العامية، وبعدين أسجل، وبعدين أعمل مونتاج للصوت، وبعدين أركب صور. التدوير على الصور على الإنترنت ده مشكلة كبيرة جدا والله، عشان أنا كل جملة أو كل مشهد ألاقي لها صورة مناسبة، وفي حاجات كتيرة طبعا مش موجودة في الأفلام. فيعني فعلا لقيت إن الموضوع بياخد وقت طويل، وهو ده والله اللي بيخليني أتأخر عليكم. يعني أنا لو عليا هنزل فيديو كل يوم، هسجل كل يوم وهنزل فيديو كل يوم، بس علشان أعمل حاجة أنا شايفة إنها كويسة قدر الإمكان، حاجة تليق بيكم، هو ده بياخد مني وقت طويل، فمعلش استحملوني. إن شاء الله في فيديو جديد هينزل بكرة، معلش استحملوني لحد بكرة، يا رب يعجبكم ويكون على المستوى. وتاني والله وحشتوني وحشتوني جداً.